نزل البارحة التسريب الرابع للمدعو المالكي. راح أقول شغلة قبل ما أسمع وياكم التسجيل. أكو من يدعي أنه مثقف، وأكو من يدعي أنه هو فاهم، وأكو أقلام مشتريها أبو إسراء، وأكو صحفيين مشتريهم المالكي بمناصب ووظائف، وأكو إعلاميين وأكو ناشطين كانوا يشتغلون من جوا العباية للمالكي، لكن بهاي التسريبات انفضحوا انكشفوا. ليش؟ إش قاموا يكتبون؟ أنتوا تعرفون أني توجهاتي، يتفستق علينا، تعرفون توجهاتي، أنا مو ويا المالكي، بس الفتنة نايمة ولعل الله من أيقظها. شنو؟ الفتنة نايمة، لعنك الله أنت واللي واقف وراك واللي موفق واللي مشغلك. الفتنة نايمة ولك، ولك يا فتنة، هذا هجم البلد يا فتنة، ولك ثلثين العراق راح، ولك ولدنا ماتت واستشهدت يا فتنة بعد، ولك مليارات ميزانية تبني العراق ذهب، تبلط شوارع ذهب، هسه من المس سيدك المالكي صار فتنة. والله أني تعرفون توجهاتي، مشي نعرف توجهاتك ونعرف أنت ذيل للمالكي كائن من تكون. وهذا الحكي مو بس على المالكي، لأي فاسد، لأي فاسد. المهم ما أريد أطول عليكم، خل نسمع الوصلة الذهبية لبيتهوفن المالكي. شو يقول؟ المرحلة الجاية قتال. تمام، جاهزين إن شاء الله. تمام، المرحلة القادمة قتال إن شاء الله. ولحد أنا استأنفه دعاء مصطفى الكاظم من طلعت قلت له اسمع المرحلة القادمة قتال، وكل يدافع عن نفسه. بعد شيء وأنا أدافع عن نفسي وأنا حاشد يا جماعة، ترى القضية قضية قتال، مقتدى صدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو يحكي. زين، الجيش والشرطة لا اعتماد عليه، ما راح يسوون أي شيء، نحتاج إلى سلاح. كنت تساعدني ألبس أوكار مع الجيش والشرطة، قلت لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا أحمي نفس الناس. عافية. أنا أدري مقتدى صدر أول واحد يستهدف أنا، لأن أنا بهدلت أحوالي، والعراق والتشريع ما أخلي يبيد مقتدى صدر. إذا عجز الآخر أنا ما عجز، وهذا المطلوب الآن. أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرجة، وما يدريك لعل الله يجمع النجف. إذا صار هو يجمع على الناس ويجمع على المرجعية، والله لا يجمع النجف. تمام، لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد، عنده ثلاث خسارة سيئة، يريد دم، يقول ما يريد دم وهو جبار، ويريد فلوس طرح البلد كله، ويريد يصير على ربكم الأعلى. كيف رأى؟ أنا الإمام المهدي، جماعة يقولون لي مش يقولون لي إيش؟ فالمرحلة القادمة مرحلة قتال، أنا جاي أشتغل عليه. وإحنا كلنا. الناس هم حسوا وعرفوا ويسألوني. بس أول عشيرة كان يوم الصبح، أول عشيرة بن مالك راح يسوون مؤتمر. إن شاء الله. نعم. بالبغداد وبالبصرة ويعلمون اللي من إيده ويتحرش بالفلان. احنا نعرف شو نسوي. هذا مقتدى الصدر ما له غيره. هذا باسم خشاب. ايه باسم خشاب واستوى فيهم. ولذلك انا اتمنى ايضا على امه الاخيار ان يكونوا مستعدين. استعد. القضيه مو اعلام. القضيه استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير بطاقه. احنا نكون نفكر على قواتنا وشلون نوفر لها بطاقه رسميه. هو هذا الموضوع. لا ما له قرارات وغيرها، بس بطاقه رسميه اسئله. طبعا هنا بهذا التسريب الرابع للمالكي وذول اللوقيه اللي حواليه اللي قاعد يدفعون بي استعد وتحضر واحنا وياك وما ادري شنو فوت بيها وعزل مخليها، وذول اول اثنين راح يطفرون. انا اقول لكم
هذول اللي يدفعون بالمالكي بالتسجيل الصوتي هذول اول اثنين راح يطفرون تمام وراح يعوفوك وحدك صدقني راح يعوفوك وحدك عمي انت وين شو تسلح شو تسوي هو انت ايش تسوي ايش تسوي بروحك زين سؤال وهذا التسجيل وطول الصورة محامين رافعين دعوة قضائية على المالكي تفضل محامين رافعين دعوة قضائية على المالكي أنا أرد أسأل الدولة العراقية رجع لي المالكي أنا أرد أسأل الدولة العراقية أنا أريد أسأل كل الشعب العراقي ايش ينتظرون واحد ده يهدد الأمن الوطني ده يهدد الأمن القومي واحد تسريبات الصوتية هاي هجمان بيوت هذا شلون كان يقود الدولة ليش ساكتين هذا لو واحد من النواب لو واحد إنسان عادي مسوي هيجي تسريب صوتي أو طالع هيجي تسريب كان انقلبت الدنيا وما قعدت وين هم اللي حرقوا بيوت على موت كلمة انقالت هسا عرفنا من هو اللي ورا ولد الشايب هسا عرفنا لأنه ساكتين ماكو لا حد يطلع ولا حد يعترض ولا حد يقول ساكتين يعني المالك اليوم أكبر من الأمن الوطني أكبر من الأمن الدولة المالك اليوم ما حد يقدر يجيبه للمحاكم ليش شنو منصبه ما عنده منصب ما عنده حصانة على أي أساس ولو كان عنده حصانة هذا مس أمن الوطن ده يحرض على القتل والذبح لو ما حد يجي يمه احنا منتظرين محامين يرفعون دعاوى قضائية على المالكي حتى تتحرك المحكمة لا بارك الله بكل واحد واقف ورا ظالم ورا فاسد حوبة امهات الشهداء ما راح تروح والله 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 شكو واحد فاسد وظالم وطاغية وبسببه المالكي وغير المالكي بسببه انقتلوا ولدنا وشيابنا وشبابنا بالطائفية وبالحرب كلها برقبتك كلها برقبتك